الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في مفاهيم الفارماكوليك البرينسبولز، وكنا بدأنا في الفارماكوديناميك برينسبولز، تعرفنا على مفهومي الإفكاسي and potency. والليلة حنيجي نطبق المفاهيم دي بصورة عملية على أدوية، حناخد عليها أمثلة even حتكون clinical examples. حنطبق عليها مفهومي الفول and partial agonists، وحنستعمل نفس الطريقة بتاعتنا اللي هي عندنا illustration، عندنا cell فيها two types of receptors اللي هم باللون الأحمر واللون الأصفر، وحنمثل أيضا بdose response curves، وبعد كده حنيجي نطبق المفاهيم دي على ناحية clinical. فخلوكم متابعين. زي ما احنا شايفين الآن قدامنا عندنا 3 types of drugs اللي هم A, B and C، مدين لنا 3 different dose response curves. أول دواء اللي هو عندنا قدامنا الآن هو drug A، عندنا أيضا drug B وعندنا drug C، وكلهم عندهم different characteristics متعلقة بالإفكاسي and potency. لو قلنا نمثل الأدوية الثلاثة دي ابتداء، زي ما احنا شايفين الآن الأدوية الثلاثة كلها عبارة عن agonists، لكن بيختلفوا في درجة الأغونيستيك إفكت حقهم. مثلا دواء بي واضح إنه عنده the highest efficacy، وده بيكون نتيجة لأنه الريسبونس حقته هي الأعلى. بمعنى لو الآن زي ما نحنا مخدين الدواء بي باللون الأخضر، جينا مثلنا إنه الدواء بي يرتبط لنا بالمستقبل بتاعه اللي هو هنا، ده الدواء بي، ونقول إنه الدواء بي ده كان تركيز حبته 200 ملي جرام for example، وكانت حبته بالحجم ده، و as a result of that الدان ريسبونس عبارة عن 4 arrows. وزي ما احنا الآن شايفين قدامنا انه الدواء بي عنده full agonistic effect، يعني agonistic effect الآن لو جينا عملنا بالشكل ده حنلقى انه الإفكاسي بتاعته about 100%. إذن هو عنده الآن full agonistic effect، ده بالنسبة لي درج، ده بالنسبة لي درج بي. لو جينا شفنا الأدوية الثانية اللي هم الدواء A and C، واضح إنه A and C هم parallel to each other، وبالتالي هم الاثنين حيكون يشتغلوا في نفس الريسبترز دي، كان حتى اتفقنا عليها إنه لو الإسلوبس هم parallel معناته نحن شغالين على نفس الريسبترز. دواء A for example لو جينا مثلنا له نقول إنه والله ده دواء A كان حبته بالشكل ده صغيرة، حبته مثلا كانت بالشكل ده وكان تركيزه 100 ملي جرام، لكن ادتنا ريسبونس زي ما هو واضح about almost 50% of ال B، يعني about 2 arrows تقريبا، يعني ادتنا partial response partial efficacy. بالمقابل لو جينا شفنا الدواء C حنلقى انه ظهوره كان متأخر، جاء اخر واحد بالنسبة من ال Y axis يعني from left to right، وعليه حنلقى الدوس حقته حتكون أعلى، ده حنسميه الدواء السي، والدواء السي حبته كانت كبيرة يعني كانت about 300 ملي جرام مثلا، وأيضا أدانا الريسبونس عبارة عن 2 كيرفز. وعليه لو جينا نطبق المفاهيم حقتنا في الفول and partial agonist حنقول ما ملخصه كالآتي. الملخص الأول حنقول والله يا أخي إنه الدواء بي هو كان عنده the highest efficacy، لأنه إحنا تكلمنا عن الإفكاسي، قلنا الإفكاسي إحنا دائما لما نتكلم عنها بنشوف الهايد، بنشوف الارتفاع، والآن لو نحنا جينا شفنا الارتفاع هنلقى إن أعلى ارتفاع هو لدرج بي، بالتالي درج بي هو عنده the most efficacy، والهايست إفكاسي دي نادية لأنه اشتغل لنا بفول ريسبونس، يعني هو نعتبره الآن عبارة عن فول أغونيست، ودي واضحة جدا لو جينا شفنا الأروس حقتنا حنلقاها 4 أروس. أما بالنسبة لدواء A and دواء C حنلقى إنه الإفكاسي بتاعتهم كانت partially، وبالتالي نحن حنسميهم partial agonist لأنه الريسبونس حقتهم ظهرت لنا بصورة جزئية مقارنة بالفول agonist، فده حيكون لنا partial agonist دواء A، وأيضا C حيكون لنا عبارة عن partial agonist. دي بالنسبة للمفاهيم دي. طيب الآن لو جينا اتكلمنا عن البوتنسي، وقلنا البوتنسي دائما بنعبر لنا عن قوة الدواء، يعني potency من power، يعني potency power، تذكرك انه الدواء ده هو الأقوى. وقلنا الحاجة دي هي دائما متعلقة بالدوز، يعني انت كل ما كان جرعتك صغيرة
وبتديك ريسبونس عالية مشابهة للدواء جرعته كبيرة، ده هو الدواء الأقوى عندك. يعني مثلا أنا لو عاوز ريسبونس في الحدود دي مثلا هنا، تمام، فلنقول إنه والله دي كانت 60% افتراضا. يعني ال 60% دي الدواء A ممكن يديني ليها، الدواء B ممكن يديني ليها، الدواء C ممكن يديني ليها، لكن أيهما بيديك ليها أسرع؟ هنلقى بيدينا ليها أسرع الدواء A، باعتبار إنه هو الآن الأقرب إلى ال Y axis. إذا هو ده ال Y axis وده ال X axis، الأقرب إلى ال Y axis فيهم هو منه؟ هو الدرج، هو درج A. وإحنا قلنا البوتنسي واحدة من طرق معرفتها عشان تعرف أيهما أقوى، تشوف دائما الدواء اللي هو مايل إلى left from right to left، أو المايل للـ y axis، هو حيكون هو ده المور potent. أو الطريقة الثانية إنك تشوف الدواء اللي هو موجود بأقل concentration، بأقل تركيز، ومديك نفس الريسبونس اللي أدوك ليه الأدوية الثانية. الآن نيجي نشوف أقل حبة هنا تركيزها كم؟ 100 ملي جرام، وأدتك ريسبونس هو مشابه للريسبونس بتاع الدواء C، وأيضا أدتك ريسبونس قريب للدواء بتاع B وجاء قبليه، لأن أنا قبل طلبته 60%. فال 60% دواء A بيديني ليها، ودواء B بيديني ليها، ودواء C بيديني ليها، لكن الأسبق فيهم حيكون هو منو؟ حيكون هو الدواء A اللي هو صاحب أقل تركيز 100 ملي جرام. فهي دي الكونسبت الأولى للتفرقة بين الفول and partial agonist.